أهلا بكم أيها الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير والعافية والبركة، وتقبل الله أعمالكم. ونحن نصل إلى اختتام هذا الشهر الكريم، شهر البركة والعافية والطاعة والغفران، شهر رمضان الكريم. نحن وإياكم على أعتاب مرحلة نصف النهائي، هذه الحلقة الأخيرة من التصفيات الثانية المؤهلة إلى نصف النهائي. في هذه الحلقة سيتحدد من الذي سيتأهل ومن الذي سنفقد مشاركته خلال موسم بلا كلام الثاني. نرحب أجمل ترحيب وأحلى ترحيب وأنقى ترحيب بضيوفنا الذين معنا في حلقة هذا اليوم، الشاعر الأستاذ سيف الجناحي. مرحبا بك أستاذ سيف. أهلا وسهلا، شرفتونا أستاذ علي. أنا شرف كبير. أهلا وسهلا بك وكل الشرف، شكرا على هذه الدعوة الكريمة. الله يبارك بك ويتقبل أعمالك. أيضا معنا في هذه الحلقة الرادود الحسين الحبيب ملا علي الوائلي. حياكم الله ملا علي. اهلا وسهلا بك استاذ علي، وحياكم الله. واهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتور، حياكم الله. حياك الله، حياكم الله على تعب هذا الشهر الكريم. حياكم الله، وكل عام وانتم الف خير. يعني ان شاء الله عيد مبارك وسعيد عليكم وعلى الامه الاسلاميه اجمعين. ونرحب شاعرنا الحبيب الله يسلمك سيف الجناح، اليوم شرفنا الحلقات النهائيه لهذه المسابقه. الله يسلمك، رمضان كريم. شرفنا. وكذلك نرحب بالاستاذ القدير والرادود والملة وسوي كل الشاعر على عنان سيد محمد. الله الملة على الوالي. الله يحفظك. عايز على سيد محمد عادي، بس تقول واحد شاعر هو يضوج. الله يبارك فيك، بس على رؤيتي وسالم ان شاء الله بجاه مولاي. الله يسلمك. اي والله هلا بالحج. انتم بألف اليوم خير ان شاء الله. اليوم منافسه راح تكون شديده حجي، شديده. ممنوع المساعده خاصه الفريقين. لانه حرف واحد ما تطم، حرف واحد. وانت تقدر تسيطر. اكو واحد بعيد الله اكبر يلبس اسود؟ اي والله. ليش لابسين اسود؟ ها؟ زين حجي، انت تقدر ما تساعد؟ انا ما اساعد، راح اقعد بكره ابد ولا اساعد. ها؟ والله اول شيء الفريقين راس الحرب عمار، هسه يقولون ساعتهم. انت قلب والد ما لا قلب والد بالحلقه السابقه، هسه لا، هسه قلب حكم. عصير ثامر الوندي. كل التحايا لعمنا ابو محمد ثامر الوندي. زين اليوم معانا فريق الامام الحسن وفريق الامام الحسين. انتم فريق الامام الحسين ولا الحسن؟ اي الحسين. انا كنت تميز الفرق من نلقى الحسن والحسين بالفرق. زين ذا اليوم اثنينهم وياي، والحسن هسه ما حفظت الفرق بين الحسن والحسين. حسن الاول على الميمنه والحسين. ما تقدر تحفظهم. انت شلون تحفظهم حجي؟ انا ما تقدر، انا احفظهم من الصوت. بس الصوت دي. انا ميز الصوت. وياك تميز بالصوت. ها؟ هنا لا اكو شيء. ما اقدر اشوف من نص صوت، نص صوت. بالصوت اقدر اميز. بس بالقرايه اقدر اميز شوي. صاحبنا قوي. اذا نرحب بفريق الامام الحسن، زين العابدين العقيلي، حسن الساري، احمد الفاطمي، والحسن حمزه. اما فريق الامام الحسين عليه السلام، امير العتابي وعبد الله المياحي ومرتضى الفاطمي والحسين حمزه. جاهزين للمنافسة؟ راح تكون منافسة شديدة، ومنها راح نحدد المتأهل إلى المرحلة القادمة. نبدأ بزين العابدين. يا الله. الفريق عادة بشاعر شوية يكون أكثر مسيطر باعتبار مفردات عند الشاعر هواي. صحيح. فممكن ينوع. ولا قصور الملاعب. الله يبارك الله يروح. الله يحفظك. شوية رد يشجعهم يعني. يلا يلا روح يلا روح. ترى سهل والله. لا مو سهل. سهل إيش؟ عليهم. صعب كلش. لا سهل، تعال وين يدبرها هو. يلا نشوف. يا الله. زين العابدين العقيلي وفريق الامام الحسن بلا كلام. كلمه واحده ولا باسم؟ كلمه واحده جديد. هواس البحرين. بحرين. بحرين. حسين الاكرف. حسين الاكرف. كلمتين. كلمه ثانيه. راح عالي. عالي. مشى. مشى. مشاي. الرفع الثاني. مشى وياهم؟ استاذ سيف وياهم وياهم. اي نعم. مشينا سويه. كلمه الاولى هاي. عالي. هاي الاولى. ارتفع. عالي. ارتفع. ارتفع. لا تحكي استاذ علي. حاجز انا حاجز حاجز. طويل. حاجز. طويل. جبال جبال. طويل. اطول. اطول. طويل. طويل. طال. طال. ثاني شنو؟ طال صبري. طال صبري. طال الصبر. طال. طال عمري. طال خلصت طالة الدقيقة
الاولى علي حسن بالتليفوني باور الاولى الثاني شنو طالي شنو شوف طاله طويل طال انتظاري طال انتظاري طال انتظاري الاجابه صحيحه قبل انتهاء العداد بالتليفون قاعد يباور الاجابه صحيحه قبل انتهاء العداد لكن اول شيء اوقف النقطه صفر كنترول حطنا صفر هاي باوح هاي غير قدام مسافه الدردشه لا لا كنترول حطنا صفر لفريق الامام الحسن اذا محاوله والموبايلات تطلع برا حتى ما تقرون بالموبايلات محاوله غش كل الموبايلات تطلع برا فريق الامام الحسن استطاع قبل انتهاء الدقيقه الاولى يحل السؤال بشكل صحيح لكن للاسف الفريق خالف قوانين المسابقه لانه تلقى الاجابه عن طريق الاشخاص اللي موجودين خلف الكاميرات في الكواليس فدكتور عماد حكم المسابقه قرر ان تحذف الدرجه و يخسرون فريق الإمام الحسن هاي الثلاث درجات الكاملة لأنهم خالفوا قوانين المسابقة وتلقوا الإجابة من خارج الاستوديو عن طريق الجمهور اللي جالس في المسابقة فإحنا نحث الأخوة اللي موجودين على الكاميرات لا تأثرون على المتسابقين وتحاولون تساعدوهم لأن هذا يضر الفريق للأسف كما قررت لجنة التحكيم حجب الدرجة راح نسمع القصيدة بالبداية وبعدها نسمع زين العابدين وطال صبري بلهيب الجوى لا في السماء أنا ولا ذي طوى طال انتظاري وأنا في رحيلي حاير دليلي على جمر النوى تحن روحي لثرى نينوى وفتية إذن كان هذا سؤالنا الأول وللأسف خسروا الدرجات الفريق الإمام الحسن عليه السلام نسمع مشاركة زين العابدين أفلح من صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مغريب سافري وعافي الوطن الوطن الغريب الضال ثلاثة بلا تشفين يا بما يا تجهز ما تغسل من دفين وعقب ذبح انفصل راسه من البدين ولي حسين مولاي بويا ما تجهز ما تغسل من دفين ذبحين فصل راسه من البدين والخيول الضابح عليه القدين ولي آخ والأشد من هالمصايب والمحين ويجت على خواتت يسرا ويلي ولي بلا وليهين بلا وليهين يحدي حداي الضعين ينتخن وينوحين وينعن لجين بالصياطي سكتوهن لو بجين بويا بالصياط سكتوهن لو بجين قالت يدواي
يا دواي وني بكل كتر بالدار يا دواي عليهم والقلب تنور يا دواي سلوت انتم يا لب حشاي يا دواي مشيت وسدد روح المنية يا مشيت وسدت روحي المنية أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن. طبعا المقطوعة الأولى للشاعر ميرز عادل الأشكناني ولوذي إلى موسى البديري. أحسن. طيب الله أنفسك يا حبيبي. المتسابق الأول في فريق الإمام الحسين عليه السلام زين العابدين العتابي. زين العابدين العتابي. هذا ميكس العتابي شبيه. شو اسمه هو؟ يلا أمير العتابي. والله سويت ميكس عجيب. زين العابدين العتابي. حلي العتابي. جاهز؟ تفضل زين العابدين العتابي. مثل ما قال حجي بلا كلام. خيم. بيت. مسمار. بسمار إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. من الراد قال مسلم عافية عافية عافية. تملتي بزين العابدين قال. حجم ما أدري أنا دايخ اليوم. أمير العتابي كانت إشاراته صحيحة والقصيدة كانت سهلة على فريق الإمام الحسين. بوجود علي الوائلي القصيدة الحبيب ملا مسلم الوائلي كل التحايا والتقدير لملا مسلم. جاهزين إن شاء الله؟ شنو جاهزين؟ شكرا راح نطير. خلونا نسمع القصيدة. زلمي دفعوني على الباب ما قالوا علوية وداروا قل العباس ست زلام علي واحد طقن على العين واحد شتم بي محتر قوم حد صاح كافيكم مشويه بابو بسمار قصيدة الرادود الحسيني ملا مسلم الوائلي الحبيب له كل التحايا. كانت الإجابة سريعة وفي محلها. ثلاث درجات كاملة يحصلون فريق الإمام الحسين عليه السلام. ونبدي مع ملا زين العابدين العتابي علي العقيلي. عاشني هاي اليوم أمير العتابي. ماكو فرق استاذ علي. شو ماكو فرق؟ هسه انت بالجنسية؟ ماكو فرق انا زين العابدين. والله يعني اخوان. اذا يفوزون عليكم عادي؟ عادي. والله ماكو فرق. احلف. انت عتاب بالحسين. وكتلت روحكم هسه على النقاط. حجي؟ وكتلت روحكم على النقاط، تعاركون عرك. اخي يا حجي اخي ماكو فرق. يلا ما يخاف بس عادي. يعني اذا ساعد عادي. اذا ساعد عادي؟ استاذ علي هي منافسة. هاي منافسة بس انا وزين ماكو فرق. وين الخوة؟ الخوة؟ كل شيء يهون للخوة. حتى المسابقة. حجي خارج المسابقة الخوة. يلا خارج المسابقة. خذ سالم. أفلح صلى على محمد وآل محمد. الله صلى على محمد وآل محمد. بهد ما من الدهر وتفنن وتفنن ولا تزيانة بتقول هدمني الدهر وتفنن بهد ماي خويا وعقب داري دار بعد ما طف عقوب أنا داري
بعد ما طب خويا بهد ماي بهد ماي دار اردك نزت رابيك ترابيك بمن خويا بهدمي بهدمي وذخرة لو يصح كافور لي يا وذخرة لو يصيح كافور يا احسنت طيب الله انفاسك من الامير يا حبيبي اذا الدرجات لحد الان 3 كامله لفريق الامام الحسين عليه السلام اما فريق الامام الحسين كانوا قد حصلوا على 3 درجات لكنها حجبت لمخالفة قوانين المسابقة. ننتقل إلى المتسابق الثاني حسن الساري. حسن الخسرنا عقب دار بعد ما طب. حسن شلون شايف اللاعب اللي ضيع ضربة جزاء شو يسوون بي؟ طب اليوم إيش راح يسوون بي؟ عفو. أهلا. إذن هذا سؤال فريق الإمام الحسين عليه السلام لحسن الساري. حسن الساري نشوفه شلون راح يوصل الفكرة للفريق بلا كلام. جديد متوسط. كربلاي نجف حمام. كربلاي نجف نجف في وطن حيدر. حيدر بيعتي. أحمد الفتلاوي. لا. أوكي. الثاني. لا يا قلبي. لا يا قلبي إجابة صحيحة. أحسنتم إجابة صحيحة وفي محلها ودقيقة. اللي عجبني صراحة ضمن تدريب الفريق مكتشف إشارة لطيفة إلى كلمة لا والإشارة مميزة واستطعتم من خلالها أن تصلون إلى الإجابة الصحيحة بأسرع ما يمكن. لا يا قلبي قصيدة الحبيب ملا أحمد الفتلاوي. كل التحايا لأبو رضا الغالي ونسمع القصيدة وهي للشاعر الأستاذ إبراهيم الوائلي. بمر هاشم يا ابو فاضي يا ثورة حق على الباطي وقفت بحضرتك ساد اريد الحاجة منك بمر هاشم يا ابو فاضي يا ثورة حق على الباطل وقفت بحضرتك سائل أريد الحاجة منك أصير أحد عبيدك عبد خادم يريدك يشم حنية يدك كريم عرفنا عنك يا باب الحائج فلا قلبي لايج لأن دوما يندب يا خوزي أنا يا محلى أكيد انسمات أخذت المحبة من الطباء مرحب. إذن هذا سؤالنا الثاني واستطاع الفريق أن يحل بأسرع ما يمكن لأنه إشارتكم كانت صحيحة عجبتني جدا. هاي المفروض كنتم متدربين عليها من أول برنامج عشان ما فاتتكم هواي من القصائد. أحسنتم. أحسنت حسن. نسمع مشاركتك. تحية ضلعي إليك مأتم بنيت تحية ويظل يا حسين كل خادم خادم بنيته
صيحت بالطاف انت صيحت بالطف بنيت التراج انس البني ويحدون بي التراجي انس البني ويحدون بي ابويا يا ابويا لشاعرها سالم الساري الإجابة سريعة كانت حصلت عليها ثلاث درجات كاملة النتيجة بين الفريقين ثلاثة لفريق الإمام الحسن عليه السلام مقابل ثلاثة لفريق الإمام الحسين طبعا هاي قابلة للزيادة باعتبار المتسابق الثاني عبد الله المياحي بعد ما شاف سؤاله يا علي أوكي. ها عبد الله قول صعبه قول صعبه عبد الله المياحي يلا يا علي فريق الامام الحسين بلا كلام قديم لو جديد كربلاي هوازن محمد جنامي محمد جنامي محمد جنامي عفوني وراحه مجانينا هلا بيهم حول حول عشاك دموع كلمه الاولى 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 راحوا حول راح مشوا مشوا والثانيه دموع 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 الاولى جو اي تاشيرته صحيحه لا تحكي حلقك هو هو رياح ريح ريح الهواء ريح دموعي ريح دموعي ريح الدموع ريح الدموع ريح الدموع اجابه صحيحه احسنت مرتضى احسنت ريح الدموع قصيده مشتركه بين ملا محمد الجنامي وملا محمد فصولي صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال قصيده جميله سامعينها كل احنا يمكن سامعينها قصيده ريح الدموع وايام الخشوع ننتظرك سنة عن يا محرم دمعتي العين بانفاسي عطر عاشورك يفور أنا أقول البشر محبوب مذكور محبوبي حسين محبوبي حسين أبريع الدموع وأيام الخشوع ننتظرك سنة عن يا محرم دمعتي العين بانفاسي عطر عاشورك يفوح أنا دول البشر محبوبي مجروح محبوبي حسين محبوبي حسين أحسنتم طيب الله أنفاسكم إذن معناه أن القصيدة ما كانت صعبة على الفريق وحتى إذا كانت للفريق الثاني راح تكون قصيدة سهلة لأنها قصيدة مسموعة ومحبوبة للرادود الحسيني ملا محمد الجنامي والرادود محمد فصولي لهما كل التحايا والتخدير نسمع عبد الله صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد كانت تقعد لو من يمك تسمع صوت نامت هالمار ما تقعد نوم الموت كانت تقعد لو من يمك
تسمع صوت نامت هالمرة وما تقعد نوم الموت تحكي وياها وما تحاكيك وبس هي تدري انت شبيك تحكي وياها وما تحاكيك وبس هي تدري انت شبيك نامت نوم الموت نامت نوم الموت سنت طيب الله عفاسك عبد الله قصيدتك من قصيدة منه ولا مرتضى حرب مرتضى حرب له كل التحايا والتقدير احسنت طيب الله عفاسك ولا مرتضى حرب والحب الدائم لملا مرتضى حرب طيب الدرجات لحد الآن 3-6 للفريق الآخر قابل للزيادة إذا كانت إجابة أحمد الفاطمي صحيحة يلا موفق حبيبي هذا اللحن نفس قصيدة عمار ما العايش بينا جروح ها حبيبي جيتك إيه تحافظها لو محافظة عوفها البقية نمثل البقية هم يعرفوها أحمد هم أنا ما يلا يلا حمودي يلا حبيبي بسرعة حمودي يلا بسرعة شنو انتم شلكم علاقة بالموضوع أحمد الفاطمي بطل موفق وفريق الإمام الحسن عليه السلام قديم جديد بلا كلام قديم جديد قديم حمزة كم كلمة لك هاي شنو هي مذبوح زينة ذبيح أم مقطوع أمي راس راس راشد حسين على الرمح على الرمح راشد حسين ويا الرمح أمس راس الحسين يشكي الحالة على شنو؟ حسين للسحقته الخيال للسحقته للسحقته من عيونه ولا عياله خياله خياله قلت الخياله ايه سحقته الخياله احسن والراس يشكي الحالة على سحقته الخياله قصيده خالده شو رايك بالله للراحل الخالد رضوان الله عليه حمزه الصغير نسمع مشاركه الحبيب احمد الفاطمي حط رفاهم الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا شريك بروحي انت ويا وجه الله واثبتت حريتي من نزيف دماء يا شريك بروحي انت ويا وجه الله
واثبتت حريتي من نزيف دماء عشق جرب عروق ما عشق تانب بداله سرب دم القلب ملي مسير الدم جماله عشق جرب عروق ما عشق تانب بداله سرب دم القلب ملي مسير الدم جماله هو الهوى ضوى الضوى يتيه الما مشاله حلال روحي والحرام إذا خنيت حلال إذا خنيت حلال روحي لي وكل شي لي وعمر صار كربلي انت انت المعوفة ولا انسى واثبتت حريتي من نزيف دماء احسنت 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 استاذ سيف شنو رايك باداء فريقك جيد ان شاء الله ان شاء الله جاي ان شاء الله يا الله القادم افضل ان شاء الله ان شاء الله مرتضى الفاطمي المتسابق الثالث في فريق الإمام الحسين. يلا ملا علي يلا علي. بسم الله علي شوية ردك. منو؟ قويك الحج يا الله. هو جيج من. حج شو زعلان علي أنا. حج شو زعلان علي أنا شنو؟ قصيدة أخرى. حياكم الله. قرار قصائد التراث الحسيني. صلى على محمد وعلى محمد. لمرتضى الفاطمي ونتمنى أن يوضحها بشكل جيد لفريقه. بلا كلام قديم جديد قديم كربلاء نجفي نجفي نجف ابو بشير وطن وطن, وطن. كم كلمة هواء علم ريح علم 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 الثانية الثانية ثانية علم واحد علم الله ايه علم الاولى ذي العلم رايات رايات بيرغ الثانية الثانية طيني الثانية شنو علمين الثانية شنو علم علم الأول شنو؟ رايات؟ راية راية وعلم عدل تأشيرتك عدل تأشيرتك راية وعلم؟ راية؟ راية وعلم؟ راية وعلم راية وعلم؟ راية لو علم راية لو علم راية رايات؟ راية راية ترفرف؟ ايه ترف الراية؟ ترف الراية؟ ترف الراية رفت راية؟ رفت ترف الراية ايه ترف الرايات؟ رفت الرايات؟ راية ترفرف راية ترف شنو هي الوضع؟ ما قاعد يمتصح الأولى شنو؟ بالاصطفاف علم رفع الراية؟ راية رايات علم بالاصطفاف شنو نقول؟ راية علم بالاصطفاف شنو نسوي؟ شنو؟ بالاصطفاف بالمدرسة شنو نسوي؟ ما ملاحقين عليها الجماعة شنو ما اصطفاف عندكم اليوم؟ يعني بالمدرسة شنو نسوي وانتم تصطفون؟ في حد شنو يسوون؟ رف الهواء ويا الراية؟ رف الهواء ويا الراية زين دكتور ساعدني قصيدة خطأ قال لك زين ساعدني يرف العلم يرف العلم يرف العلم يرف العلم لا إجابة خاطئة كملوا كملوا شيل العلم شيل الراية ارفع العلم مثل عبد الله رافع راية شيل العلم رافع شال العلم الراية شال رافع راية انت وين مرتضى وي وي مرتضى خلوكم مو يعني ما في علاقة بينا مؤنث مؤنث رفع راية مؤنث راية راية مؤنث رفع يا راية رفع يا راية رفع يا علم رفع يا علم رفع يا علم انت فاهم السؤال خطأ رفع يا علم رفعت علمها رفعت علمها رفعت علمها رفعت علمها رفعت علم ما اعرف شنو انتهى الدقيقة للاسف الاجابة خاطئة رفعت رفع راية بالمدرسة ما عندكم رفع راية المشكلة تدرون وين؟ المشكلة كانت هو قرأ السؤال خطأ قرأها ما رفعت ما قاعد والله قلنا قلناها كلنا رفعت علمها بدل ما رفعت علمها والله مو شيء رفعت علمها قصيدة الراحل الخالد ملا وطن نجفي رضوان الله عليه ونسأل الله تعالى أن قلناها كل ما وضحنا ينزل على قبره الرحمة والرضوان موفقين إن شاء الله شباب موفقين تفضلوا أنا رفعت علمها قصيدة ملا وطن خلونا نستمع القصيدة رفعت علمها مشي بعلمها
فكرة ورسامة تمشي بعلمها تمشي بعلمها رفعت علمها رفعت علمها قصيدة خالدة من قصائد التراث الحسيني للرادود المرحوم ملا وطن النجفي رحمة الله على روحه الطاهرة. للأسف ما استطاع الفريق أن يحلها. وكنت لاحظت أنه بالحلقات الماضية مثل هيك قصيدة إحنا نساعد عليها، لكنه إحنا في المراحل النهائية والمساعدة غير قابلة في هذه المراحل، خصوصا المرحلة الجاية. طيب نسمع مرتضى الفاطمي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يحملون وعيوني عليهم وما ياخذوني أدري بيهم، حملون وعيوني عليهم ما ياخذوني أدري بيهم، أسمع مومي ومحتار ظليت، يقولون لازم تبقى بالبيت، هالمرة شو يوجع حجيهم، هالمرة شو يوجع حجيهم، النوب قدامي يحملون واسمع حجيهم بي يحجون، وما تمشي ويانا يقولون، وقدامي الراحة ويحسبون، وانا ابكي بس ما اريد يدرون، انداروا علي ودرت لي عيون، والتفت ما كان ادري كل شيء، وسويت روحي وياهم أمشي، والتفت ما كان أدري كل شي، وصاحوا لي رادوني أجيهم وما ياخذوني أدري بيهم. أحسنت ما شاء الله، أحسنت. طيب الله أنفصل موفق حبيبي يا مرتضى. الدرجات لحد الآن 6 درجات لصالح فريق الإمام الحسن مقابل 6 أيضا لصالح فريق الإمام الحسين. النتيجة متعادلة لحد الآن، كل واحد من الفريقين خسر سؤال، وبعد عندنا سؤالين رئيسيين وسؤالين إضافيين للضيوف.